عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بالحصة الثانية في مكون الإملاء، وهي عبارة عن دروس تذكيرية لما سبق. سنذكر بالتاء المربوطة والتاء المبسوطة والأسماء الموصولة. تعالوا معي نبدأ بالتاء المربوطة. فالتاء المربوطة كما سبق لنا وتعرفنا أنها تكتب في الأسماء، تكتب في الأسماء إذا سبقتها فتحة. نقول بقرة ويصح الوقوف عليها بالهاء، نقول بقرة بقرة، كراسة كراسة. إذا التاء المربوطة تكتب فقط في الأسماء. أما التاء المبسوطة فتكتب في الأفعال وفي الأسماء، ففي الأفعال تكتب دائما مبسوطة سواء كانت تاء الفاعل أو تاء التأنيث، مثل كتبت أو رسمت، كتبت رسمت جلست إلى غير ذلك، وكتبت رسمت إلى غير ذلك. دائما في الأفعال تكتب التاء مبسوطة. أما في الأسماء فتكتب مبسوطة إذا كان ما قبلها حرف ساكن، مثل بنت، كان قبلها حرف ساكن إذن تكتب بنت بالتاء مبسوطة. وتكتب أيضا مبسوطة إذا كان ما قبلها حرف مد، مثل كتكوت. وتكتب أيضا تاء مبسوطة في الأسماء إذا جاءت في جمل مؤنث سالم، مثل طبيبات مهندسات معلمات إلى غير ذلك. كان هذا فيما يخص التاء المربوطة والتاء المبسوطة. أما فيما يخص درس الأسماء الموصولة فقد تعرفنا عليها سابقا أنها يعني تندرج فيها الذي، التي، اللذان، واللتان، واللواتي، والذين. الذي ندرجها في جملة، شجعت الذي تفوق في دراستي. سنحاول نفس الجملة مع باقي الأسماء الموصولة. شجعت التي تفوقت في دراستها. شجعت اللذين يعني في المثنى، شجعت اللذين تفوقا في دراستهما. في المثنى المؤنث يعني في حالة النصب نقول اللتين، لا نقول اللتان نقول اللتين. أما اللذان واللتان نقولها في حالة الرفع. شجعت اللتين تفوقتا في دراستهما. شجعت اللتين تفوقتا في دراستهما. أما اللواتي واللاتي لها نفس المعنى، جمع مؤنث، نقول شجعت اللواتي فزنا أو تفوقنا في الدراسة. شجعت اللواتي تفوقنا أو فزنا في المسابقة أو في الدراسة، على حسب ما المتمم الأساسي في الجملة. شجعت اللواتي تفوقنا في دراستهما. آخر جملة نقول شجعت الذين تفوقوا في دراستهم أو فازوا. شجعت الذين تفوقوا في دراستهم. إذن كان هذا تذكير للدروس السابقة. أتمنى أن تترسخ هذه المفاهيم في أذهانكم، وإن كان هناك سؤال حاولوا أن تطرحوه علي في تعليقات أسفل. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.